بالعودة إلى ما بدأنا به نشرتنا، وهو الحديث عن الاتفاق الحكومي النيابي للعودة إلى نقاش القوانين الناظمة للحياة السياسية والحزبية. أعود من جديد إلى معالي المهندس موسى المعايطة، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية. يعني مهندس موسى، اليوم بعد الاجتماع الذي دار اليوم بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان، برأيكم من أين البداية اليوم وما الذي نحتاجه؟ يعني أنا زي كما قلت أكدت على قضيتين، أنه هذا جزء الرؤية الملكية في التشاركية بين مجلس النواب والأعيان والحكومة، وأيضا حاليا فيما يتعلق في القوانين الناظمة للحياة السياسية. نحن على أعتاب المئوية، تنمية الحياة السياسية مستمرة، وفي المئوية الثانية يجب أن يكون هناك أيضا تطوير في هذه القوانين، سواء قانون الأحزاب أو قانون الانتخاب أو قانون الإدارة المحلية. وكما تعلمون يمكن في مرات سابقة قانون الإدارة المحلية كان هناك مشروع قانون سحب من مجلس النواب، وحاليا يتم من قبل لجنة نقاشه من أجل إجراء بعض التعديلات وإعادته وإرساله إلى مجلس النواب إن شاء الله هذه الدورة، بحيث يتم إقراره هذه الدورة. بقية القوانين كما صرح دولة الرئيس سوف يكون هناك حوار والاستماع إلى الآراء حول هذه القضايا، سواء قانون الانتخاب أم قانون الأحزاب، وبالمتشاركية والمشاركة مع السلطة التشريعية، فهي شريعة في النهاية شريك أساسي في إقرار هذه القوانين ونقاشها في مجلس النواب وأيضا في مجلس الأعيان. يعني وهنا بدي أكد على قضية أن سوف يتم الاستماع إلى آراء كل الجهات المعنية بذلك حول هذه القوانين، لكن أهم شيء هو تحديد الهدف الذي نريده. جلالة الملك أكد والهدف الذي نريده من تعديل هذه القوانين فأن تطوير حياة حزبية تعددية، بحيث يكون هناك دور للأحزاب أكبر وأكثر في المستقبل، سواء في مجالس النواب أو في الحياة السياسية وفي الشارع السياسي. نعم، لربما الحديث اليوم يتمحور أو من المنطقي هكذا، القانون الأقرب للحوار والنقاش هو قانون الإدارة المحلية المعدل، والذي هو اليوم في جعبة الحكومة بانتظار إعادته لمجلس النواب. بعدما دار من الحديث اليوم، هل من الممكن إعادة فتح هذا القانون بشكل أوسع؟ قانون الإدارة المحلية هناك حوار تم كبير عليه من كل الجهات ونوقش في كثير من الجهات، يمكن هذه القوانين لم يناقش في الفترة السابقة، وسوف يكون هناك أيضا نقاش عندما يطرح في مجلس النواب والأعيان واستفزاز لكل الآراء حول هذه القضية. لكن كما قلت قانون الانتخاب وقانون الأحزاب مطلوب فتح حوار واسع، استماع إلى كل الآراء حول هذه القضايا، و كمان وضع الهدف الذي نريده لحدد جلالة الملك واضح مرة ثانية بعيد، وهو تطوير تعددية سياسية قائمة على الحياة الحزبية. بالتأكيد، بالتالي من المنطق اليوم البدء بتعديل قانون الأحزاب قبل الذهاب إلى قانون الانتخاب. يعني كل القوانين سوف نبدأ في الحوار عليها، سواء الأحزاب أو الانتخاب، كل القوانين. طبيعي هناك قانون يمكن الأهم هو أكثر قانون مهم، هو قانون الانتخاب، يمكن في آراء مختلفة حول هذا القانون، وجهات نظر مختلفة من جميع الجهات، اللي هو دائما اللي هو عصب الحياة السياسية، وهو اللي يقرر شكل مجلس النواب بشكل عام. إذا ما تحدثنا سريعا عن قانون الأحزاب، برأيك ما هي أبرز العقبات التي برأيك اليوم من المنطقي ويجب الحديث حولها وتسليط الضوء حولها لإجراء تعديلات تفرز في نهاية المطاف إلى تحسين أداء الأحزاب وتنشيط الحياة السياسية؟ نحن يعني سواء قانون الأحزاب أو قانون الانتخاب كما ذكرت هو الهدف من تنشيط الحياة الحزبية، الأساس فيه هو كيفية أن تصبح الأحزاب سواء في دور أساسي في الحياة، لها دور أساسي في البرلمان، بحيث في المسرح الأساسي للعمل السياسي والتشريعي اللي هو البرلمان، وأن يكون هناك التطوير عليها. هذه القضية مرتبطة في قانون الأحزاب ومرتبطة أيضا في قانون الانتخاب. إحنا ما بدنا نسمع الآراء المختلفة، هناك آراء يعني طرحت في السابق، ونريد أن نسمع الآراء من مختلف الجهات اللي معنية في ذلك، خاصة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بالأحزاب في البداية، لكن اللي بهمها أكثر شيء، ومن ثم أيضا استماع لقانون الانتخاب لوجهات النظر المختلفة من مختلف الجهات المعنية في ذلك، المجتمع، الأحزاب، مؤسسات
المجتمع المدني، الإعلام، كل الجهات. نعم. اللي في النهاية طبيعي كما قلت نحن شركاء أساسيين مع مجلس النواب ومجلس الأعيان في هذا الحوار إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعيط كنت معنا عبر الهاتف.